رجعنا مشاهدينا ومكملين معكم فقراتنا في شاي الضحى. بعد زوال فيروس كوفيد 19 رح يرجع إن شاء الله جميع الطلبة إلى المدارس بمشيئة الرحمن، لكن ضيفتي اليوم لها نظرة معمارية مختلفة تساعد على تهيئة البيئة المناسبة للدراسة. صباح بالخير على ضيفتنا المعمارية عالية الضفيري، صباح الخير وحياك الله معنا في شاي الضحى. صباح النور، يا هلا، عفوا غاليه الضفيري، مو عاليه حياك الله معنا. نعتذر استاذه غاليه، وفعلا يعني حلو ان الانسان تكون عنده نظره مختلفه خصوصا في مجال عمله. فكلميني في البدايه عن نظرتك، كيف المهم ان تكون المدارس اللي راح يدرسون فيها ان شاء الله الطلبه في الفتره القادمه بعد زوال هذه الجائحه؟ يعطيك العافيه اختي. مع الاسف الشديد الكثير من الناس ما يعلمون ان المهندسين المعماريين او المصممين او المعماريين بشكل عام عندهم مسؤوليه اجتماعيه. نعم. فوايد يعتقدون ان احنا جزء من مسؤوليتنا الجماليات، لكن احنا عندنا بعد نظر اكثر واهم من الجماليات اللي هي نساهم في مسؤوليه اجتماعيه متعلقه. لو كنا نصمم مدارس فاحنا جزء من العلم والتعليم، ولو كنا نصمم مثلا مستشفيات فاحنا جزء من عملية الشفاء بشكل عام، والتصميم المفروض يساعد ذلك. المدارس المتواجدة حاليا غير مهيئة إلى هذا النوع يعني من التصميم اللي المفروض يكون متقدم. يعني لو نقارن مثلا والعياذ بالله السجون المركزية، طبعا السجون هي تصاميم مدروسة، يعني فيها عزلة وفيها ألوان باهتة وإضاءات مزعجة، وهي يعني هذه اختيارات متعمدة. فأنا أستغرب ليش المدارس قريبة من هذه التصاميم وايد يعني بهذا الشكل. طبعا أنا سويت استبيانات عن طريق التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس يصنفون معيار تصاميم مدارسهم من سيء إلى مزري، لأن الألوان غير مناسبة للصحة النفسية والإضاءة سيئة جدا، وجزء منه اختيار تصميم تجاري. لكن أنا أعتقد، ما أعتقد والله، أنا أعرف أن في وسائل أن نصمم مدارس بميزانية يعني زينة، بس تكون مهيئة لصحة نفسية، تهيئ الطالب إلى حبه للدراسة وللحياة الاجتماعية داخل المدارس. نعم أستاذة غالية، ذكرتي نقاط وايد مهمة أمانة، لأن فعلا يعني الطالب داخل المدرسة لابد أنه يحس في الأمان والأريحية والتفاعل داخل البيئة اللي يعيش فيها. فمن خلال هذا المنطلق، يعني هل ممكن نشوف هذه النوعية من المدارس موجودة فقط في مدارس الحضانة والروضة؟ شو ممكن أيضا يكون هناك تصميم للمراحل الأكبر؟ لأن يعني إحنا عارفين أن الأطفال صحيح يحتاجون كل هذه الأمور، لكن أيضا عندنا مثلا بالنسبة للمتوسطة والثانوية أيضا هم يحتاجون إلى بيئة تكون مناسبة لهم أكثر. صحيح. أولا لازم نعرف أن المراحل الأولى هذه هي اللي تهيئ وتشجع الطالب لحبه للدراسة وعالم الدراسة وبيئة المدرسة بشكل عام. لما تحوشها نوع من الصدمة في المراحل الأخرى يعني بالمتوسطة والثانوية والجامعة أيضا، هذا يعطي نوع من الإحباط في مرحلة الدراسة. طبعا احنا وايد مهم عندنا ان تكون الاماكن تكون شرحة فيها نور طبيعي، جزء كبير من الصحة النفسية اللي تكون يعني سليمة عن طريق النور الطبيعي، والنوافذ يا مو موجودة او صغيرة جدا، وهذا شيء يعني مزري. طبعا احنا كمجتمع نعاني، اذا ما تدرون، من اكثر المجتمعات اللي تعاني من نقص فيتامين د، وجزء منه خوفنا وتخوفنا من الشمس والحر بشكل عام. اي، ولكن فيتامين د هو يعني مسؤوليته فرز هرمون السعاده، او جزء كبير منه فرز هرمون السعاده، فما بالك لما نحن نحرم الطلبه او طلب الجامعه من النور الطبيعي. وايضا الاسطح الخضراء والحدائق والاشجار، هذه يلعب دور كبير. انت تحط زرعه بالبيت تستانس، فما بالك الاماكن اللي اماكن الاستراحه والاماكن اللي يلعبون فيها الطلبه ما فيها اي خضار نهائيا. نعم، وهذه كلها أمور وجماليات يحتاجها الإنسان في حياته اليومية،
مو انه بس الواحد ممكن خلينا نقول بالعطله نهايه الاسبوع يطلع خلينا نقول يتنفس الهواء، لكن هو بيومه يحتاج ان تكون هناك في اشجار ونباتات حول انه هو يتنفس ويحس بالراحه. وفعلا ذكرتي على امور الصراحه وايد مهمه، لانه جزء من ان التعليم لابد انه يكون في راحه ويكون في اريحيه من خلال هذه العمليه التعليميه، يكون الانسان مرتاح حتى في البيئه اللي يعيش فيها. فهذه نقاط وايد مهمه ذكرتيها، لكن ايضا ودنا نعرف شنو هي العناصر المعماريه اللي تحتاجها كل مدرسه ومرحله ايضا بنظرك. أعتقد من أهم العناصر اختيار الإضاءات الصحيحة، لأن لو تلاحظون خاصة في أماكن العمل الإضاءة اللي تميل إلى الأبيض المزورق اللي يصير أبيض على أزرق شوي، هذه الإضاءة تسبب توتر عالي وعلى مدى طويل تسبب حتى اكتئاب. صح. يعني وسبب ذلك أنه هو غير متواجد في الطبيعة. الإضاءات اللي إحنا نختارها في منازلنا أو أي مكان عام عادة هي المفروض تعكس الإضاءات المتواجدة في الطبيعة، وما عندنا إضاءة طبيعية غير نور الشمس. لو تلاحظين أن في غرف النوم على سبيل المثال دائما يختارون الإضاءة اللي مايلة الأكثر إلى اللون البرتقالي أو الأصفر الشديد، سبب ذلك أنه هو يشابه غروب الشمس. لما إحنا نتعرض إلى هذا اللون اللي هو مشابه لغروب الشمس، فرز هرمون النوم يزيد عندنا ويهيئ جسم الإنسان على النوم. عكس ذلك لما يكون الشمس مثلا إلى أقصى حدها اللي هي حزة الظهر، النور لون النور أو درجة النور اللي تكون متواجدة تكون الأبيض المصفر بس مايل إلى الأبيض أكثر. ففي هذه الفترة جسد الإنسان وعقل الإنسان يكون مهيئ إلى العمل والبرودكتيفيتي، يعني دائما يكون مثمر في هذه الفترة لأن التركيز يكون عنده أعلى. لكن الألوان الغريبة اللي هو الأبيض المزورق أو اللي هو النيون هذا اللي موجود عندنا بعض المرات في المكاتب أو المدارس أو أماكن العمل، هذه وسيلة تجارية اخترعوها لأن اكتشفوا أن الإنسان يكون مثمر أكثر ويركز أكثر تحت هذه الإضاءة. بس هم لا يعلمون أن على مدى طويل لما الإنسان يكون متعرض حق هذه الإضاءة هي تكون سيئة أكثر من ما هي مفيدة. يعني أنا ضد استخدامها نهائيا، وهي متواجدة عندنا في المدارس. يعني حتى لو تلاحظين يعني يطلع مثل نوع من الونة أو الصوت لأنه هو تجاري ورخيص ويحطونه، يعني بس هو ما يساعد على التركيز نهائيا. نعم، وانا احييك استاذه غاليه امانه، يعني ما شاء الله عليك دارسه الموضوع عدل، وحلو ان الواحد فعلا يعطي من قلبه خصوصا في مجال عمله ويبحث ويدرس كل الامور والتفاصيل، انه فعلا فيها دقه كبيره وفيها يعني كل الواحد يكون حتى مو مرتاح من المكان مثل ما ذكرتي. وانا فعلا اشد على ايدك في موضوع هذه الاضاءه البيضاء المايله للزراق، لان هي فعلا تضايق. انا حتى واحده من الناس لما اروح اي مكان في هذه الاضاءه على طول احس نفسيتي تتعب، فما بالك ان الواحد فعلا مثل ما قلتي في المكاتب والمدارس اماكن جدا مهم ان الواحد فيها انتاجيه اكثر، وبالنسبه للطالب يبي يستوعب المعلومات ويكون نفس الوقت مرتاح مو منزعج من شيء. فاذا تغيرت هذه الامور داخل المدارس، وايضا انا ودي ان شاء الله بعد حتى بالنسبه لمكاتب الموظفين، ايش كثر راح تكون الانتاجيه بنظرك من خلال دراستك لهذا الموضوع خصوصا بما يتعلق بموضوع الاضاءه اللي ذكرتيه؟ شوفي يا عزيزتي، المدارس اللي أنا أشوفها مثالية بالنسبة لي مدارس اليابان ومدارس السويد وألمانيا. عندهم دقة في دراسة بيئة العمل وبيئة الدراسة أو أي بيئة يكون متواجد فيها الإنسان، خاصة إذا كان يبي يكون مثمر في هذا المكان، يعني شيء رهيب عندهم. لو كان سووا يعني نوع من الدراسة عن الإضاءة تحديدا في عدة مراحل في عمر الإنسان، اكتشفوا أن بس بتغيير الإضاءة وليس التصميم زادت الإنتاجية وحبهم للمكان مضاعف 25%، من 25 إلى 27% حسب المكان. نعم، يعني لما تحب المكان وتكون سعيد فيه إنتاجيتك تلقائيا راح تزيد. فما له داعي نستخدم وسيلة تجارية يعني نتلاعب في عقلية الإنسان بحيث أنه نخصبه على أنه يكون منتج أكثر عن طريق مثلا الإضاءة الزرقاء. يعني أنا في سبيل المثال أنا عندي إضاءة الحين قدامي بس عشان أوريك وأوري المشاهدين، تمام؟ هذه الإضاءة الزرقاء لو تشوفين بشرتي شلون تتغير، صح، شلون الألوان تصير مريضة شوية، صح، غير مريحة.
يعني حتى العفو المكياج يصير مو مريح. اي والله، صحيح صحيح. يعني حتى المكياج، يعني مثلا المناظر اللي نحط فيها مثلا المكياج سواء او نعدل شعورنا، مدة تشوفين اضاءة شوية وصفرة، هذه الاضاءة البيضاء، لكن شوفي الاضاءة الصفرة اللي هي اقرب للشمس، شلون تريح البشرة، شلون تطلع الانسان شكله مرتاح. يعني هذا مثال بسيط، فما بالك في الأماكن العامة نستخدم إضاءة سيئة. صحيح، وهذه الإضاءة فعلا ذكرتي فيها كثير من الأمور، لأن احنا يمكن سيدات ترى نركز على هذه التفاصيل، حتى لون البشرة ترى يتغير معاها، يعني الواحد يحس شو لون بشرتي تغير من يدخل إلى هذه الأماكن. فأنا فعلا يعني أتمنى أن هذه الإضاءات تتغير، ولأن تكون مناسبة حق بيئة العمل وأيضا بيئة الدراسة. من خلال حديثك أستاذة غالية ذكرتي تفاصيل وايد مهمة، يعني أنا ودي أعرف أهمية وضع الخطط المعمارية الصحية وتأثيرها على الصحة النفسية والإنتاجية للطلاب. يعني ذكرتي أمور دقيقة جدا، منها فيتامين دي وتأثيره على الجسم وإفرازه لهرمون السعادة، فهذه كلها أمور ذكرتيها، وعن دراسة دقيقة أنك لما تبين تصممين أي شيء لازم تكونين عارفة تأثيره، خلينا نقول نفسيا وأيضا إيش كثر يعطي إنتاجية. صحيح، طبعا احنا لازم تعرفين المجتمعات اللي مثل مجتمعاتنا ما عندها استعداد انهم يتقبلون حقيقة الصحة النفسية. يعني حتى الطفل مثلا اذا طاح وتعور اول شيء يسألونه ها طلع دم، لان بالنسبة لهم الالم اذا ما يشوفونه غير حقيقي، لكن الصحة النفسية يعني معقدة اكثر من ذلك. بالنسبة حق العالم المعماري واهميته او اهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه التصميم وأنها تراعي مثلا الصحة النفسية، دائما نسعى على أن نفهم الأشخاص اللي تستخدم هذه الأماكن. يعني لما نصمم مستشفيات احنا مو بس نبي نحط غرف حق المرضى والله يشفي الجميع، احنا نبي نهيئ المكان على أنه يكون مكان يعالج من ناحية التصميم. وحتى على فكرة المستشفيات اللي تعطي مثل العزلة بين الممرضين والدكاترة أو الدكاترة والمرضى، هذا يعطي نوع من العزلة اللي يعني تأثر على صحة الإنسان. يعني ما وده أنه يحس أنه هو غير، هو دائما يسعى على أنه يحس بالناس حوالينا. فغرف المستشفيات على سبيل المثال معزولة، ما فيها نوافذ، تجارية بحتة من الدرجة الأولى، ولازم يكون يعني اللكجري روم أو الفي آي بي روم يلا تحسين أن المكان حلو ومريح. ليش؟ ما هو علاج الفي آي بي غير العلاج الإنسان العادي. يعني أنا لو أروح بس عشان أخذ تطعيمة بحس بأريحية. يعني لو أعطيك مثال أختي، لو تلاحظين عيادة الأسنان دائما انا لاحظت يعني في عالم الغرب وبعض الاماكن هنا يحطون حوض سمك. اي ليش؟ لان في يوم فتره من الفترات اكتشفوا ان الاطفال نفسيتهم ترتاح لان يخافون الدرل وما ادري شنو. طبعا صحيح. طبيب الاسنان احنا نخاف شلون هم يعني. اي والله انا ليوم اخاف من ابره البنج. فاكتشفوا ان وجود حوض السمك يعطي نوع من الاسترخاء، يهدي حتى دقات قلب الانسان. ليش؟ مو لانه سمك، لانه وجود ماء. الانسان يسعى على انه يكون حوالين عناصر طبيعيه، فطره الانسان يعني تحتاج ذلك. انت لما تسافر دائما تقول ابي اروح مكان فيه بحر، ابي اروح مكان فيه مناظر طبيعيه، ابي اروح او ابي اغير جو. ما تحتاج تسافر عشان تغير جو، هيئ بيئتك على ان جوها يسمح لصحه نفسيه سليمه، سواء كان بيتك ولا المستشفى ولا المدارس ولا حتى الشوارع. نعم. حيث ان ما نحس ان لازم نسافر عشان يعني نحس بنفسية أحلى من النفسية اللي احنا فيها حاليا. صحيح كلامك، يعني دقيق 100%. ما شاء الله عليك أستاذة غالية، في دقة كبيرة وعالية من خلال مجال عملك وبحثك ودراستك لكل هذه الأمور والتفاصيل في حياتنا اليومية. وأكبر دليل على كلامك في جائحة كوفيد-19 أثناء الحظر الكلي والجزئي، الناس احتاجت إلى الطبيعة وخصوصا بالحظر الكلي، يعني كانوا في البيت لكن محتاجين يشوفون نور الشمس إضاءتها داخل البيت، نفس الوقت الطبيعة الخضار. ففعلا قام يصير توجه داخل المنازل اليوم أنه يكون فعلا الطبيعة
ربيعة حولهم وموجودة، لأن خذينا يمكن هذه الخبرة والتجربة عن خلينا نقول هذا الفيروس اللي فعلا اجتاح العالم، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. ودي كلمة أخيرة للسادة المشاهدين قبل ما نختم معاك هذا اللقاء المميز. والله لو أنا بعطي رسالة حق الشعب الكويتي بقول لهم دائما اسعوا على أنكم تصممون منازلكم وبلدكم لكم أنتوا. يعني لا تستهينون في قدرة المهندسين والمعماريين في مجالهم، لا تستهينون في الدراسات العميقة العريقة المتعلقة في عدة يعني مواضيع، كلنا يعني مشبوكين ببعضنا البعض، يعني الطبيب والمدرس والمهندس هذول كلهم مربوطين ببعض ونحتاج بعض، فلا تستهينون بأي مجال أو تخصص في عالمنا الآن. نعم نعم، نحن شاكرين لك أستاذة غالية الضفيري وجودك معنا من خلال هذا اللقاء المميز والمثمر. الله يوفقك إن شاء الله ومنها للأعلى، وإن شاء الله كل الأمور اللي ذكرتيها من تفاصيل دقيقة فعلا نشوفها على أرض الواقع. شكرا لك. إن شاء الله. مشكورين. حياك الله. يعني فعلا كثير من الامور والتفاصيل المهمه اللي مثل ما ذكرت استاذه غاليه لابد ان احنا ناخذها من الاشخاص المختصين، لانهم فعلا درسوا هذا المجال وبحثوا فيه علشان يفيدون الناس. ان شاء الله بعد الفاصل ايضا لنا لقاءات مميزه، خلكم معنا.